السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة من صحيحه تحت باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من الخصاص واستحباب طلب العفو منه، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، تراجع ترجمة أبي يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، يعني بحبل مصنوع من الضفائر أو من الصوف، يقوده كما تقاد البهيمة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، يعني نضرب الشجر حتى يسقط الورق وتأكله أهش بها على غنمي، تتساقط الأوراق تأكلها الأغنام، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، يعني خلص خذه اقتله. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي، يعني يا نبي الله، لعله. قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. هذا الحديث مشكل وسيأتي وجه الإشكال. طريق آخر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، يعني يجره بحبل. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. هذا الحديث مشكل. أولا، القاتل بخير النظرين، عفوا، ولي المقتول بخير النظرين، له أن يقتص وله أن يقبل الدية. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام حث الرجل على أن يدفع الدية هو،
دون الرجوع إلى ولي الدم. هذا مشكل، هذا مشكل، لأن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فالنبي اتجه إلى الدية أولا، كيف ذلك وصاحب الحق موجود، هو الذي له أن يقبل الدية أو لا يقبلها. ثانيا، لما قال له النبي دونك صاحبك رخص له في القتل، بعد ذلك قال له إن قتله فهو مثله، كيف إن قتلت فأنا مثله؟ وإنما قتلته لأنه قتل أخي. أول العلماء ذلك فقالوا إن قتله فهو مثله في أنه لا فضل له، خلاص إذا كان عليه ذنوب عن المقتول قتل بها، قتل بالكبيرة وبقيت ذنوبه كما هي، أما الذي اقتص منه ليس له أي فضل عليه الآن، ليس له أي فضل عليه الآن لأنه استوفى حقه، فبقيت ذنوبه عن ذنوب ولي المقتول العامة، ذنوبه العامة التي اقترفها باقية لم يسقط منها شيء، فهو مثله في أنه لا فضل له عليه، وكلاهما متحمل أوزاره التي تحملها غير مسألة القتل، القتل قد اقتص منه. فهذا توجيه لبعض العلماء في قوله إن قتله فهو مثله في أنه لا فضل له، يعني أنت خذت حقك مني وقتلت الذي قتل أخاك فأنت مثلي، أصبحت لا فضل لك، لكن إن عفوت فكما قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم الإشكال الذي في الطريق الآخر، وينبغي أن يحرر الطريق الآخر سندا ومتنا، أن النبي قال القاتل والمقتول في النار، هذه مشكلة أيضا، كيف القاتل في النار، كيف القاتل في النار وهو قتل من قتل أخاه؟ فأيضا التعكير من رواية إسماعيل بن سالم لما قال بعد أن سمع الحديث من علقمة بن وائل، قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي إنما سأله أن يعفو عنه فأبى، يعني ليس فيه القاتل والمقتول في النار. فهذه وجوه الإشكال في هذا الخبر، فينبغي أن يجمع كل طرق هذا الحديث وأقوال العلماء في هذا الخبر، لأن المتن فيه بعض النكارة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.